ما علامة هذا السبيل وهذا الطريق الذي يكون صاحبه من الفرقة الناجية؟ الجواب كما سمعتم في الحديث حينما قال عليه الصلاة والسلام أن من بين تلك الفرق 73 فقط فرقة واحدة ناجية، ووصفها بأنها التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. في هذا الحديث نحن ننبه إلى أمر هام طالما غفل عنه كل الدعاة الإسلاميين الموجودين اليوم حتى وبعضهم مع هذا المنهج الصحيح وهو الكتاب والسنة. في هؤلاء من لا يتنبه لهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث عطفا على قوله ما أنا عليه، ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله في وصف الفرقة الناجية ما أنا عليه، ولو أنه اقتصر على هذا لكان كافيا، لأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدى والنور كما تسمعون في خطبة الحاجة، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا ذكر عليه الصلاة والسلام وعطف على قوله ما أنا عليه فقال وأصحابي؟ هذا العطف مما لا يعطف عليه كثير من الدعاة ولو كانوا معنا على منهج الكتاب والسنة. ولذلك فقد جريت على الدندنة والتطواف دائما وأبدا حول هذه الجملة المعطوفة وأصحابي لأهميتها. أهميتها من ناحيتين، الأولى من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وأنه لا ينطق كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان لا يتكلم إلا بالوحي، وهذا طبعا فيما يتعلق بالأحكام الدينية، وإذا كان قد أوتي جوامع الكلم فلماذا لم يقتصر على قوله ما أنا عليه، بل زاد وعطف على هذا فقال وأصحابي؟ علما أن الصحابة ما جاءوا بدين من عند أنفسهم، وإنما أخلصوا في اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم.